أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور سلمان الجميلي المرشح عن الدائرة الأولى في الأنبار تسلسل 40. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك برلمان العراق وأم بي سي العراق. دائرتك صعبة، يعني تنافس بها قوي، مرشحين أقوياء. شلون نشوف حظوظك بهاي الدائرة وليش اختاريت هاي الدائرة ترشح عليها؟ أولا شكرا لك وتحية لجمهور قناة أم بي سي عراق. حياك الله. بالعكس وهذا الدائرة الطبيعية. يعني أنا ابن مدينة الفلوجة، هذه الدائرة تضم الفلوجة ومحيطها القرمة والصقلاوية والنعيمية، وبالتالي فأنا من الطبيعي جدا أن يكون يعني ثقلي الانتخابي وجمهوري في هذه الدائرة. بالتأكيد هذه المدينة هي منتجة للقيادات وأيضا منتجة لرجالات على مدى يعني تاريخها. فأنا تصديت منذ بداية العملية السياسية للعمل السياسي منذ عام 2003، كنت أحد يعني أبرز السياسيين الموجودين في هذه المدينة والمحافظة، وبالتالي لا أستطيع أن أخرج من هذه الدائرة. يعني بالتأكيد هو مكاني الطبيعي.